بناء على تحريات المخابرات العامة المصرية، النائب العام يقرر حبس 29 متهما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا. خلال اجتماعه الأسبوعي، الوزراء يوافق على مشروع قانون النقد الجماعي وتعديل أحكام قانون المحاكم الاقتصادية. إنشاء أول وأكبر محطة طاقة شمسية في مصر بمنطقة تشكى تمهيدا لافتتاحها السبت المقبل. أهلا بحضراتكم في جولة إخبارية جديدة من أونلاين. إلى تفاصيل هذه الجولة، حيث أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها في قضية التخابر مع دولة تركيا. وكان النائب العام نبيل أحمد صادق قد قرر حبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة التخابر مع تركيا، وذلك من أجل الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وعدة تهم أخرى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها التي كشفت عنها تحريات المخابرات العامة المصرية من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر تنظيم الإخوان الدولي على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها. للمزيد معنا عبر الهاتف السيد منير أديب، الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا بك معنا سيد منير. بداية، ما تداعيات يعني هذا الحكم فيما يتعلق بقضية التخابر مع دولة تركيا؟ كيف ترى، كيف تقرأه؟ يعني بكل تأكيد، يعني هذا الاتهام الذي وجه لهؤلاء وهذه الإحالة التي كان مصدرها جهاد أمني رفيع المستوى وهو المخابرات العامة، أعتقد أن هذه التهم وغيرها يعني لا تدع مجالا للشك أن هؤلاء المتهمون اشتركوا بالفعل في الإضرار بالأمن القومي المصري. وأعتقد أن هناك من يناصب العداء، سواء كان هؤلاء المتهمون ممثلون في جماعة الإخوان المسلمين أو حتى في تركيا. تركيا بذلت جهودا حثيثة منذ قيام نظام 3 يوليو، حاولت وما زالت في تشويه النظام السياسي المصري، وأعتقد أن هدفها ليس فقط تشويه النظام السياسي المصري وإنما تشويه الدولة المصرية. بذلت جهودا في هذا الإطار، وأعتقد أنها ما زالت، وأعتقد أن القضية الأخيرة ربما كشفت وجها آخر يعرفه المصريون جيدا، وهو دعم جماعة الإخوان المسلمين. هذا الدعم أخذ صورا وأشكالا كثيرة، ربما من خلال تدشين منابر إعلامية كثيرة لجماعة الإخوان المسلمين، سواء كان هذا التدشين داخل تركيا أو حتى في دول أخرى. أعتقد أن تركيا منذ وجود نظام الإخوان المسلمين في السلطة، وهي قامت علاقات قوية مع هذا النظام، بل ودعمت الجماعات والتنظيمات الدينية المتطرفة على مدار عام 2012، وهو العام الذي تواجدت فيه هذه الجماعة على رأس السلطة. أعتقد أنها فعلت الأمر ذاته بعد سقوط الإخوان من التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد، والتواصل مع كل الجماعات المتطرفة في مصر وتحديدا في محافظة شمال سيناء. أعتقد أن هناك عشرات القضايا لم يتم الكشف عنها في هذا السياق، ربما تؤكد أن تركيا نصبت وما زالت تناصب النظام السياسي والدولة المصرية العداء. أعتقد
أن العلاقة التي تربط حزب العدالة والتنمية والحزب الذي يحكم في تركيا هي علاقة قوية ما بين هذا الحزب وبين حزب الحرية والعدالة المنحل في مصر والذي كان يمثل جماعة الإخوان المسلمين. أعتقد أن هذه العلاقة أيضا كشفت عن دعم آخر له علاقة بطبيعة النظام السياسي في مصر. هذا النظام الذي تصدر العديد ربما من الملفات، فمصر الآن كانت وما زالت في حقيقة الأمر حاضرة في الملف الفلسطيني على سبيل المثال، وحققت إنجازا كبيرا من خلال اتفاق تاريخي ما بين حركتي فتح وحماس، وأعتقد أنها أيضا كانت حاضرة بقوة أيضا في التفاعلات التي ربما حدثت الفترة الأخيرة في الملف اللبناني واستقبال الرئيس المصري سعد الحريري. كل هذا ربما كان له مردود على تركيا التي تعتقد أنها كانت رمضا للخلافة الإسلامية وهي تريد إعادة هذا الأمر مرة أخرى في ظل تصدر مصر للمشهد السياسي العربي وأيضا الدولي. طيب، يعني السياسة الخارجية المصرية كما تقول هي بالفعل يعني تحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات في المستوى الخارجي، أيضا على المستوى الداخلي يعني الدولة المصرية وكما ذكرت أيضا أستاذ منير هي تقف بالمرصاد لهذه الجماعات، لهذه العمليات التخابرية، آخرها كما ذكرنا قرار النائب العام بمنع 16 متهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. لكن أنا هنا وأنت كمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية سيد منير، هذه الجماعات، هذه الدول التي تناصبنا العداء كيف تفكر وهي ترى أن الواقع يقول عكس ذلك؟ يعني هما كانوا يريدون إحداث إرباك في الجو العام المصري وفي الشارع المصري وفي مؤسسات الدولة بغية إسقاطها كما ذكرنا في الخبر. هذه التنظيمات وهذه الدول كيف تفكر موازاة لما هي تتابع على الأرض في الداخل المصري وأيضا في الخارج المصري؟ يعني ما حدث بالفعل من تحريك هذه الخلية والعديد من الخلايا التي عملت ربما في البيئة المصرية منذ 30 يونيو وحتى هذه اللحظة هو يترجم بجلاء عما يريده النظام السياسي في تركيا. النظام السياسي في تركيا لديه مشكلتين، المشكلة الأولى أنه كان لا يريد سقوطا للنظام نظام الإخوان المسلمين عندما كانوا على رأس السلطة على اعتبار أن هذا تيار ديني وهذا تيار ديني آخر يرى أنه كان قريب منه أو ربما يماثله حتى في طريقة التفكير وخلافه. طبعا ما حدث في 30 يونيو أن الشعب المصري أسقط هذا النظام وبالتالي تواجدت المشكلة. المشكلة الأخرى أن النظام السياسي في تركيا لديه إشكالية كبيرة هو لا يستطيع حلها، أنه ناصب منذ اللحظة الأولى النظام السياسي في مصر وأصبح هناك مشكلة كبيرة في أن هذا النظام، أقصد النظام التركي، أراد بل اتخذ خطوات حقيقية في محاولة تشويه الدولة. خرج من فكرة مناصبة النظام السياسي المصري العداء إلى فكرة تشويه الدولة المصرية. تشويه الدولة المصرية من خلال النظام السياسي التركي استخدم الجماعات والتنظيمات الدينية من أجل تشويه هذا النظام، فاستخدم الإخوان من خلال استضافة هذه القيادات وقواعد الإخوان على أراضيها، وأيضا أقام لهم مشاريع إعلامية كان الهدف منها منذ اللحظة الأولى هو تشويه هذه الدولة ومحاولة إسقاط الدولة الوليدة على خلفية نظام يوليو 2013. أعتقد أن هذه الوسائل ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة، وسائل إعلام التي يصرف عليها النظام التركي سواء الموجودة داخل تركيا في اسطنبول أو التي موجودة في لندن وغيرها. وبالتالي هذه العلاقة القوية ما بين تركيا وما بين هذه الأنظمة لها شقين كما ذكرت وأختصر وأقول لها شقين. شق له علاقة بأن تركيا كانت تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وهي أرادت عدم سقوط هذا النظام، فعندما سقط النظام اضطر هذا النظام للتعامل بشكل
نراه نحن الآن مع النظام السياسي بل مع الدولة المصرية في محاولة للتشويه. وأعتقد أن ما جرى في تركيا أيضا يجري الآن في قطر. ودعيني استباقا للأحداث أقول أن هذه أن هذا التحقيق وهذه الإحالة أعتقد أن قد يكون في المستقبل إحالات أخرى وقضايا أخرى وأشخاص أخرى. تركيا وقطر يمولون كانوا في الماضي للتنظيمات المتطرفة وما زالوا، وأعتقد أنهم سوف يستمرون في هذا النهج. فكرتك. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ منير أديب الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. يتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل الثلاثاء القادم لدولة كوت ديفوار، يرافقه عدد من الوزراء في زيارة رسمية. تشهد هذه الزيارة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة لبحث سبل التعاون الثنائي وملفات العلاقات المشتركة. ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، هذا وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته. كما وافقت الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، واستعرضت تقريرا حول موافقة مجلس النواب على زيادة ضريبة السجائر والتبغ تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره وبدء العمل به. واستعرض الاجتماع الأسبوعي أيضا تقريرا من وزير التعليم العالي حول التوسع في الجامعات سواء الأهلية والخاصة، فضلا عن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة. قال وزير النقل هشام عرفات في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قال إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا أوبر وكريم يهدف لربط كافة وسائل النقل. أهميته إن هذا المشروع سينتج عنه نقلة نوعية حقيقة في منظومة النقل الجماعي في مصر. ليه؟ هقول لكم. لأن هذا المشروع إن شاء الله إحنا اتفقنا عندنا، إحنا حلمنا إن إحنا نعمل حاجة اسمها بالانجليزي اسمها AFC اللي هي اوتوماتيك فير كولكشن. يعني ايه؟ يعني ان احنا نعمل يعني تذكره موحده نربط النقل اللي هو زي اوبر وكريم زي ما اتفضلت معالي الوزيره قالت، هنربطه بالمترو الانفاق، هنربطه بالقطار الكهربائي اللي هينطلق ان شاء الله باذن الله ناحيه العاشر من رمضان العاصمه الاداريه، فكل وحتى التاكسي النهري. من جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، قالت إن قانون تنظيم عمل النقل الجماعي بتكنولوجيا يشجع شركات جديدة لدخول السوق المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات. ناقشنا وعرضنا قانون اللي هو منظم للنقل الجماعي من خلال تكنولوجيا المعلومات، اللي هو بينظم شركات اللي هي متواجدة حاليا في سوق زي أوبر وكريم. فإحنا كنا حريصين إن إحنا نضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة اللي بتقدم للمواطن المصري، إن إحنا حريصين على ضخ استثمارات ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في هذه المنظومة، لأن إحنا حريصين على تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري. وطبعا التنقل ده خدمة مهمة جدا. ولا زلنا في سياق اجتماعات مجلس الوزراء، حيث قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إن مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية. وافق مجلس الوزراء اليوم بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية. يمثل المشروع أهمية كبيرة بالنظر إلى ما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية. من جانبه قال وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز إن الحكومة وافقت اليوم على تخصيص قطعة أرض بجوار نادي الاتحاد السكندري بسموحة لصالح النادي لتنفيذ توسعات. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أضاف أن قطعة الأرض مخصصة لإنشاء مجموعة من الملاعب. الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص جزء آخر أو مرحلة تانية لنادي الاتحاد السكندري بجانب الفرع الجديد الذي تم إنشاؤه في منطقة سموحة
المنطقة الجديدة دي حوالي 32500 متر، لسه طبعا المساحة بدقة هتكون لما تنزل الجهات المختصة، لكن هذه المساحة سيتم تخصيصها لإنشاء مجموعة كبيرة من الملاعب. اللي عايز أقوله لحضراتكم برضو من ناحية التكلفة، المرحلة الأولى تكلفت 98.5 مليون جنيه، منهم 8.5 مليون جنيه كانوا للخدمات والمرافق، الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه، ده خدتهم محافظة الأسكندرية وتم سدادهم بالكامل من وزارة الشباب والرياضة إلى محافظة الأسكندرية. الجزء الآخر اللي قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. إلى هذا قال وزير المالية عمرو الجرحي أن الحكومة استعرض تقرير الربع الأول للعام المالي الحالي، حيث انخفض العجز الكلي ل 1.9% والأولى انخفض إلى 1.5%. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه من المستهدف تحقيق فائض أولي 2.5%، مشيرا إلى أن الأجور قد زادت بنسبة 8% وأن دعم التموين قد زاد بنسبة 92% خلال الربع الأول من العام الجاري. من جانبها قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حقق 5.2%، وأضافت أن معدل النمو يسير في اتجاه الصعود، موضحة أنه تم تحقيق 3% معدل نمو في الاستثمارات، وأشارت إلى أن هناك مجموعة من القطاعات حققت معدل نمو 70%. فاصل، نلقاكم بعده بعد قليل. نرحب بجديد متابعتكم. للحفاظ على البيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة، أنشأت إحدى الشركات العاملة في بناء محطات الطاقة الشمسية أول وأكبر محطة طاقة شمسية في مصر في إحدى المزارع في منطقة توشكا، وأنشأت المحطة المقرر افتتاحها السبت المقبل على مساحة ما يقرب من 70 فدانا. نتابع. على مساحة 70 فدانا بمنطقة توشكا، قامت إحدى الشركات المصرية بتنفيذ وتشييد أول وأكبر محطة طاقة شمسية بمصر بقدرة إنتاجية سنوية تتجاوز 39 جيجاوات. المحطة الجديدة متصلة بالشبكة القومية للكهرباء وفقا لنظام نت مترينج، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الطاقة الكهربائية الناتجة. هو معمول بنظام اسمه نظام النت مترينج، كان اتعمل القانون بتاعه من كذا سنة من قبل وزارة الكهرباء والجهاز المرفق، مرفق الكهرباء، ان هو لو انا عندي زيادة، الزيادة دي بتروح على الشبكة القومية، بيجي لي اخر الشهر في عدادات، عداد عند المحطة الطاقة الشمسية وعداد موجود في محطة الربط اللي تابعة لشركة التوزيع اللي في المنطقة. بيقيس العداد الانتاج وعداد الاستهلاك، الفرق بياخدوا كريدت للشهر اللي بعده او يقلل من الفاتورة اللي هو بيدفعها الشهرية. تم اختيار منطقة توشكا لما تتميز به من متوسط الاشعاع الشمسي على مدار العام، بما يعطي أفضلية لإقامة محطات الطاقة الشمسية، كما توفر المحطة الفائضة من الكهرباء لدعم المشروعات الزراعية والقرى المجاورة. المشروع تنفذ في 5 شهور، بدأ تصميم المشروع ابتداء من أواخر 2016. بعد التصميم بدأنا بالمشتريات، المكونات، التكنولوجي اللي احنا اخترناها مع العميل، بدأنا في الاستيراد المعدات وفي بعض المعدات من مصر، بدأنا بالتنفيذ بالتركيب وبالتشغيل والربط على الشبكة القومية، وأول مزرعة تبقى 100% معتمدة على الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. تكلف بناء المحطة ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي، وتم الاعتماد على أيدي عاملة ومهندسين مصريين بنسبة 100% بداية من مراحل البناء وحتى التشغيل. الألواح المستخدمة حاليا والمصانع اللي بتنتج الألواح أو الخلايا الشمسية عندها تكنولوجيز يعني على طول بتطور من نفسها، فالنهاردة موضوع الأتربة بيعالج يعني في خلايا معينة التراب بيتزحلق من عليها، إلا لو التراب جه عليه مية مطرة، وده نادرا ما بيحصل في منطقة أسوان أو توشكا، ويتحول إلى طينة، ففي الحالة دي لازم يتشال باستمرار.
عشان ما يمنعش الإشعاع الشمس. ويوفر المشروع من استهلاك 10 ملايين لتر جازولين سنويا، وبالتالي خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 25 ألف طن، مما يسهم في تعزيز المشروعات التنموية في تشكا وخفض مصادر التلوث للهواء والبيئة. نجحت الحملة الشعبية علشان تبنيها في الحصول على 8000 توقيع من العاملين بمختلف قطاعات وشركات الطيران المدني خلال 4 أيام من انطلاق الحملة بمطار القاهرة الدولي. وصرح منسق الحملة بقطاع الطيران المدني المهندس كمال شعبان أن الحملة شعبية ولا يوجد أي ضغوط من رؤساء الشركات أو القيادات العاملة بالمطار على العاملين. وأشار شعبان إلى أن بعض النقابات العاملة بالطيران المدني طلبت الانضمام للحملة والتوقيع على الاستمارات. وقع عدد كبير من الجالية المصرية في البحرين على استمارات الحملة علشان تبنيها، والتي تم تدشينها من أجل مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية بالانتخابات المقبلة 2018. وحققت الحملة الشعبية علشان تبنيها نجاحا واسعا في جمع توقيعات جموع المواطنين من مختلف المحافظات والجاليات المصرية بالخارج. تسابق وزارة الري والموارد المائية والإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر الزمن للانتهاء من مشروعات مواجهة السيول، والتي يبلغ عددها 13 سدا فضلا عن 7 بحيرات وحاجز توجيهي بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه. وأكد مصدر مسؤول عن مشروعات السيول بالبحر الأحمر أنها من المقرر أن تنجز في 13 من يوليو من العام المقبل، إلا أن العمل الذي يتم الآن يبشر بانتهائها مبكرا. وأضاف أن الأعمال التي تم إنشاؤها في مشروعات السيول يمكنها أن تستوعب وستقوم بعملها في حالة سقوط سيول خلال فصل الشتاء الحالي. افتتح محافظ أسوان مجدي حجاز اليوم فعاليات منتدى آليات مبتكرة لجذب قطاع جديد من السياح إلى أسوان، والذي يقام تحت عنوان السياحة الرياضية والعلاجية بأسوان. حضر هذا الافتتاح خبيرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورئيس جمعية المستثمرين بأسوان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الشركات السياحية. ووجه محافظ أسوان الدعوة خلال الملتقى للشركات السياحية المشاركة الجادة والتعاون مع المحافظة لتطوير وتجميل المناطق التي يقصدها السائحون، كما دعاها لتنظيم دورات توعية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في هذا المجال، وما سيحققه ذلك من عوائد كثيرة لصناعة السياحة. إلى أهم عناوين هذه الجولة. بناء على تحريات المخابرات العامة المصرية، النائب العام يقرر حبس 29 متهما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا. خلال اجتماعه الأسبوعي، الوزراء يوافق على مشروع قانون النقل الجماعي وتعديل أحكام قانون المحاكم الاقتصادية. إنشاء أول وأكبر محطة طاقة شمسية في مصر في منطقة تشكا تمهيدا لافتتاحها السبت المقبل. شكرا لطيب المتابعة، أطيب المنى.